ورحمة الله. يبقى أنا طبيعة النشاط عندي عبارة عن مصنع عنده بير، بجيب قوارير أملاها مية وأبيعها للجمهور. جيد، نبتدي من الأول. يبقى أنا أساس شغلي عندي القوارير، عندي القوارير الفارغة، يا إما أنا اللي بصنعها بجيب مواد خام وأصنع القارورة، يا إما بشتري القارورة وأملاها. لما بصنعها بجيب مواد خام وأصنع، بتبقى تكلفتها كام عليا؟ 3 ريال. لو اشتريتها من بره مباشرة فارغة بتبقى تكلفتها عليا 5 ريال. هنشتغل بالمتوسط التكلفة، يبقى أنا عندي قارورة 8 3 وعندي قارورة 8 5، يبقى متوسط التكلفة عندي 8 على 2، يبقى متوسط تكلفة القارورة الفارغة عندي 4. جيد، هاخد القارورة الفارغة دي هعمل عملية التصنيع اللي هي التعبئة بقى، مواد كيماوية وأظبط المية وأعبيها وستيكرز، أعمل عملية تصنيع بتكلفني الشغل ده كله 10 ريال. قارورة، تكلفة القارورة المليانة للبيع الجاهزة للبيع 10 ريال. جيد، خلاص موجودة في المستودع وجاهزة. بعمل إيه؟ من المستودع بيجي الصبح مندوب، بحطها في سيارة المندوب، بنقلها أنا كشغل حسابات، بنقلها من مستودع إلى مستودع آخر اللي هي السيارة. طب ليه ما بعملهاش مبيعات؟ لأن أول حاجة أنا معرفش أنا هبيع قد إيه. أولا أنا معرفش هل البضاعة كلها 300 حبة اللي أنا مطلعهم في السيارة دي هيتباع ولا لأ، وهل هيتباع جديد ولا هيبقى فيه في استبدال، فأنا ما عنديش الفكرة. وفي نفس الوقت لازم أخلي مسؤولية مسؤول أمين المستودع إن هي البضاعة خرجت من عنده. جيد، فهنا أنا بنقلها من المستودع الرئيسي بحطها في سيارة المندوب، عملية بس دفترية ورقيا عشان أنا أقدر أظبط شغل. خدها المندوب وطلع بيها، عمل هيعمل إيه المندوب؟ هيعمل مبيعات. فالفاتورة هيكون على لما يجي يعمل فاتورة مبيعات أول حاجة هيتسأل، هيتقال له هل هي استبدال ولا جديد؟ فلو استبدال هيقول له نعم، يبقى هنا عنده أول ما بيجي يعمل فاتورة مبيعات بيسأله أول سؤال هل هي استبدال ولا جديد؟ يقول له العملية عملية استبدال هنستبدلها، فيقوم عامل فاتورة المبيعات. أول ما بيشوف السيستم إن في ده عملية استبدال بيروح ياخد سعر البيع الخاص بالعميل ده الخاص بالاستبدال وليس بالجديد، فبيقول له يبقى السعر هنا بيحوله بيقول له 20، والتكلفة كام؟ نفس التكلفة اللي هنا 10. جيد، وبعد كده بمجرد ان هو عمل له ان هي دي استبدال بيعمل ايه؟ بيطلع له طلب استلام قوارير فارغة لأمين المستودع، طلب استبدال، ما بقولش ان هو بيستلم، ان الاستلام دي مسؤولية أمين المستودع. الطلب بعمل له ريكويست ان هو نموذج طلب ان انت استلم البضاعة التالية، بتيجي للأمين المستودع استلم البضاعة التالية، لسه مفيش حد جه، بيفضل محتفظ بالمستند ليه. طب البضاعة لو جديدة، انا ببيع الجديدة ب25، تكلفتها كام؟ 10 برضه، ان انا البضاعة خرجت بنفس التكلفة، الجديدة ببيع ب25 والاستبدال طبعا بتبقى اقل، ان انا باخد القارورة فارغة ببيعها ب20. طبعا دي كلها ارقام يعني بس كده تقريبية. جيد، ادي ده 20 وادي ده 25، تكلفة كام؟ التكلفة واحدة تماما. بعمل ايه؟ يبقى انا عندي طلعت لو هي جديد طلعت الفاتورة وخلصت، خلاص الموضوع انتهى. طب ليه لو استبدال؟ قلنا الفاتورة اول حاجة بيديني السعر الخاص بالاستبدال ويعمل طلب استلام قوارير فارغة بتروح لأمين المستودع، ما يستلمش لنا ما يجي المندوب. خلصنا، المندوب بياخد بعضه ويرجع بالسيارة لأمين المستودع، عنده حاجتين، يرجع البضاعة لغير مباع ويبتدي ينزل تاني البضاعة، ودي أمر سهل. أمين المستودع بيعمل استلام وهي عبارة عن تحويل من مخزن لمخزن، ما فيهاش أي حاجة خالص، من مخزن لمخزن. بعد كده القوارير الفارغة، وبيستلم القوارير الفارغة. يبقى أنا عندي هنا هيبتدي يستلم القوارير الفارغة أمين المستودع، باستلامه لأمين القوارير الفارغة بيقلل التكلفة ب4 ريال للقارورة اللي هي التكلفة اللي احنا قلنا هنا متوسط التكلفة.
يبتدي يقلل التكلفة اللي اتباعت من العميل ده بأربعة. يبقى أنا عشان أوصل التكلفة لو هي جديدة ببيعها ب25 والتكلفة طالعة ب10، يبقى أنا ربحت 15. طب هي لو استبدال سعر البيع 20 أقل، التكلفة زي ما هي 10 ما فرقتش معايا، وبعد كده أنا يبقى كده الربح 10، وتكلفة القارورة الفاضية ما باجي بعد ما بستلمها من المستودع تبتدي تستخدم في السيستم وتقلل لي التكلفة، يبقى 4. يبقى أنا كسبت كام؟ يبقى أنا كسبت 14 ريال في القارورة المستبدلة. طبعا دي كلها أرقام بس لشرح الموضوع، ملهاش علاقة هل ده فعلا كده ولا لأ. جيد، ممكن يكون السعر هنا أعلى أو ممكن يكون أقل. جيد، فأدي دي الفكرة ليه إحنا عملنا إن لازم أمين المستودع يستلم، لأن عندي هنا الشغل الرئيسي عندي القوارير الفارغة دي، هي دي اللي مبني عليها مكسبي، فلازم أراقبها. أراقبها إزاي؟ إن أنا لازم ما دام خرجت لازم عينيا عليها، دخلت عينيا عليها، ما ينفعش إن أنا لما تيجي تخش ما محسبهاش. جيد، ونفس القصة المخزن، المخزن يتأثر بالتكلفة، لما هو يستلم على طول التكلفة تأثر، لأن أنا وأنا بطلع البضاعة أنا مش عارف هل هو هيستبدل ولا هيتباع جديد، ولو خرج لو أنا أعمل حساب إن هي كلها هتروح مستبدل هتستبدل ويطلع حاجة تانية أو حاجة تالفة، يبقى أنا مأمن نفسي والتكلفة طلعت وكله تمام التمام، مبقاش أنا عرضة هل هيتم استبدالها ولا لأ. جيد، فدي كده دي الفكرة إزاي الطريقة هتمشي، ولو في أي ملاحظات أسمع قبل ما نبتدي نطبق الشغل. بارك الله فيكم، السلام عليكم.